بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وفي هذا الإطار يأتي تدشين الدائرة وإعطاء العمل إعطاء الانطلاقات العمل بالدائرة الثانية للشرطة. الدائرة الثانية للشرطة كانت تتواجد على واحد المساحة ترابية تفوق 6 كيلومتر مربع، وتقدم الخدمات الأمنية لما يزيد عن 34,000 ساكنة. الحمد لله تمت المراعاة التقسيم الترابي والتقسيم الإداري، والحمد لله كيف كتشوفوا هذه الدائرة في حلة جديدة وفي حلة جد أنيقة، كتكون من طابقين، طابق أرضي وطابق فوقي، وكل الخدمات الآن متوفرة فيها، ونتمنى الله التوفيق، ونحن حريصون كل الحرص على باش التعليمات ديال سيدنا الله ينصرو، وكذلك التوجيهات ديال السيد المدير العام للأمن الوطني والتعليمات ديالو باش الخدمات الأمنية تكون في المستوى المطلوب ونوفروا الخدمات لهذه الساكنة.